النهاردة، بنحلم لبكرة. أهلا وسهلا بحضراتكم. رسائلكم. تامر الدبور بيقول أنا خريج كلية التجارة وأخدت دورة في إسعافات الطرق، والمسؤولين قالوا هتشتغلوا بعد الدورة. يعني ممكن حد ما يبقاش خريج تمريض وياخد دورات ويشتغل، ده شيء كويس. ابن طيبة بيقول المستوى والجودة ما هي إلا شوية نظافة واهتمام وطبيب جيد. احنا عندنا اطباء كويسين، لكن النظافه فعلا محتاجه 15 سنه. وزير الصحه مش مهتم بدار الفؤاد زي ما انت معتقد، لان الاهتمام مش لازم يكون بالمظهر. يا ريت تسالوا وزير الصحه عن فريق الطب المصري لعمليات زراعه الكبد، بيعملوا كم عمليه في السنه وكم عمليه بتنجح. انا والدي قعد في المستشفى 51 يوم وفي الاخر مات بسبب اهمال الدكاتره عشان اثناء العمليه. وللأسف الشديد طوال فترة وجودنا في المستشفى تم إجراء أكتر من عملية وجميعهم لم ينجحوا، على الرغم شكاوى المستشفيات كتير جدا. واحد من الشرقية بعد بيقول يا سيادة الوزير مستشفى فاقوس العام لا يصلح حتى أن يعالج فيه الحيوانات وشكرا. تعال بقى ناخد الشكاوى ده بسرعة عشان نرجع للملف. الشكاوى طبعا بالنسبة لزراعة الكبد في مصر، أعتقد أن مصر حققت نقلة جامدة جدا من سنة 2001. صحيح. عندنا دلوقتي حوالي أكتر من 700-800 عملية اتعملوا في مصر. نسبة النجاح دايما بتتقاس على بعد سنة من العملية، بعد سنتين من العملية، بعد 3 سنين، بعد 4 سنين، بعد 5 سنين. اللي أنا متأكد منه إن النسبة العامة بعد 5 سنين من إجراء العملية نسبة النجاح حوالي تقريبا 77 أو 78%. نسبة كويسة في زراعة. خلي بالك حالات الكبد أنت بتبقى واخد واحد على شفا الموت. هي دي النقطة. فيعني فما تتوقعش، الأهالي بيتوقعوا إن في إنه هيرجع تاني يجري. ده ما بيحصلش. إنما لما تقدر تعوله إلى شخص شبه طبيعي بنسبة 77% بعد 5 سنين، أعتقد إنها تستحق. طبعًا نتيجة عالية. طبعًا. فإحنا يعني أنا أعتقد إن المصريين المفروض يفخروا بإن إحنا عندنا هذه الخدمة. ويمكن أنا كمان خلال شهر بكتير هنعمل احتفال في مستشفى اعتقد احد المستشفيات اللي عندنا في وزارة الصحة، عملوا 50 حالة. لا هنا في القاهرة مستشفى الساحل التعليمي. نعم. اتموا اول 50 حالة. نسبة النجاح عندهم من 50 حالة 7 وفيات. ممكن حد يبقى مش خريج تمريض وياخد دورات. احنا بنعمل دي اعادة تأهيل خريجي الكليات الاخرى. كنت قابلت ناس كتير من المسعفين دول وبيشتكوا بانهم ما بياخدوش رواتبهم. انت بتتكلم على انهي فيهم؟ لا بتكلم على اسعافات الطرق. لا القدام اللي كانوا يعني قابلت شباب في عربيات في المهندسين وخلافه وقفوا معايا قالوا لي يعني بس السواق بياخد 800 جنيه والمسعف بيبتدي ب 1200. بس بياخدوهم امتى؟ بياخدوهم في اخر كل شهر. ما كانش في ناس تم التاخير الرواتب شويه؟ لا مطلقا. رغم يجوز جدا مثلا حوافز اضافيه حاجه زياده. لا رواتب. لا قعدنا شهور وارجو ان حضرتك تسال عندي لانها كانت شكوى متكرره. لان انا بتابعها. ده بياخد 1200 جنيه، ده في ناس بيوصلوا 3000 4000 جنيه النهارده. طيب نرجع لملفنا تاني. حضرتك استشعرت الحرج وانت وزير للصحه من ان يكون هناك احدى المستشفيات او احدى المراكز الطبيه او مراكز الاشعاعات والتحاليل اللي انت مساهم فيها يكون بيروح لها اي نسبه حتى ولو كانت ضئيله. ولما اكتشفت ده مش شايف ان المساله شائكه ومتداخله قوي ما بين ان يكون هناك مستثمر وزير؟ اعتقد بص طبعا بس عشان نحط النقط فوق الحروف، يمكن تعامل دار الفؤاد مع وزاره الصحه ده كان موجود قبل ما انا اجي وزير ب5 سنين. نعم. فانا ما كنتش متحرج منه لان كان امر قائم. انت كان نسبتك قد ايه وبقت 1%؟ ليه؟ لا هي طول عمرها هي كانت حوالي 4% وبعدين زاد راس المال فنزلت 1%. ما زودتش انا راس المال لان دخلت مش انعكاسات سلبيه لانك في الوزاره فانعكست على ده. لا هم زودوا راس المال، ما قدرتش انا ازود راس المال. نعم. هي دي النقطه يعني. الوزاره خسرتك في اطار البيزنس؟ يعني ما فيش داعي السؤال الحرج ده بقى لانه مش طبعا يعني مش على يعني الوزاره. لا لكن يعني ما قطع ما كسبتنيش يعني. نعم. انما عاوز اقول ايه، حضرتك بتطرح سؤال مهم جدا اللي هو سؤال علاقه السلطه بالمال. بص يمكن هتستغرب على ردي، اعتقد ان انا بؤيد جدا وضع ضوابط في هذا الاتجاه. طبعا واحد يقول لك ده كلام سياسي، لا اعتقد انه رجال اعمال في الفتره الاخيره في الوزاره بيتعرضوا لنوع من
الاغتيال المعنوي ونوع من الإرهاب السياسي نتيجة مساهمتهم في شركات زي ما انت قلت كده، مثلا انه دار الفؤاد مثلا بتتعامل مع وزارة الصحة، حاجة قايمة بقالها اكتر من 10 سنين، لكن تلاقي منشط في الجورنال مثلا تاني يوم الصبح يقول لك دار الفؤاد تتعامل مع وزارة الصحة. طب ما دي حاجة قايمة وانتوا عارفينها وعارفينها قبل ما ناجي، وانا اصلا لا زودتها ولا نقصتها. فالنهارده لو انا مش رجل اعمال ما كانش حد قال هذا الكلام، انما تعالى حاسبني بقى على شغلي انا جوه الوزاره، هل انا خليت بهذا ولا لا؟ دي النقطه الاولى. وبعدين ليه سيادتك ما تسالش سؤال تاني؟ ليه سيادتك ما تسالش سؤال تاني؟ اساله. طب ليه انت النهارده ما تقولش مثلا طب ما نقيم، بدل ما احنا بنقيم تجربه رجال اعمال، طب ما نقيم تجربه رجال القضاء كمسؤولين في محافظات مثلا، او تجربه رجال الشرطه، مش أو تجربه رجال القوات المسلحه، مش جامعين الاثنين. انت دلوقتي بتقيم، انت دلوقتي ما عندكش اي اثبات ان رجال الاعمال دول استغلوا مناصبهم، وانا حاسبك لك وهرد عليك بالمستندات وكله، ما عندكش. هي كل ما ظهرت كذا كم وقع حضرتك رصدها معايا؟ كم ايه؟ كم وقع؟ كم استجواب او سؤال؟ نعم. وليس حقيقه. في فرق كبير جدا لما واحد يطرح صدرتك هتطرح عليها سؤال، غير لما تقول انت مخطئ وانت حصلت على حق لا تستحقه. تمام، هو دي النقطه اللي انا عايز اقولها. فاستغلال هذا كنوع من انك انت تختلني انا معنويا عشان تخوفني، انا ما بخافش. من مين؟ مين اللي بيعمل هذا؟ اعتقد القصه يعني اكبر قوي من رجال الاعمال. اعتقد القصه ان لها اتجاه سياسي عام بيحاول يرجعنا الى سياسه سيطره الدوله على كل مقاليد الامور الاقتصاديه، وده مستحيل. النهارده ده مستحيل. يعني انت سيادتك انت خريج كليه ايه؟ انا اداب صحافه. اداب صحافه. انت بقى ما عشتش ايامنا احنا لما كنت تقف في طابور القوى العامله وفي الاخر يجيبوا لك وظيفه بعد سنتين يقول لك اشتغل كاتب حسابات في الجمعيه التعاونيه. طبعا انت عمرك سمعت عن الجمعيه التعاونيه؟ لا ازاي. بس يعني لا لا شفتها. سمعته كان هيجي لي امين مكتبه يعني. اهو اهو مع احترامي. انت النهارده النظام يعني. انت النهارده نظام الاقتصاد الحر اتاح لك فرصه انك انت تبقى نجم، ونجم مهم جدا، وبتشكل وجدان الراي العام في اطار منظومه متميزه جدا، والا كنت هتاخد بعضك وتروح الخليج زي ما الناس عملت كده. بس رحت الخليج يا فندم، اضطريت ان اروح الخليج برضه عشان يعني اعيش يعني. انما عايز اقول انه انت النهارده ما تقدرش ترجع الساعه لورا. فمن ضمن هذا التوجه العام بمحاوله اعاده هيمنه الدوله على كل الجوانب الاقتصاديه، اسهل مجموعه تقدر تهاجمها وتستغلها كنقطه ضعف ليه؟ سياسيه، لانه اصلا موضوع لانه لا يوجد قانون ضابط او كاشف. هو ده اللي احنا بنطلبه بقى. احنا بنطلبه ليه؟ لان انا النهارده لو انت حطيت هذا القانون هتحميني من نوع من الابتزاز السياسي، هتحميني انا شخصيا من كل يوم الصبح الاقي واحد كاتب. ومين اللي ليه مصلحه في عدم وضع هذا القانون؟ لا، اذا كان السيد رئيس الوزراء يرى ان نحن في حاجه الى قانون اكثر انضباطا في الفصل ما بين راس المال والحكم. طب تمام. والسادة الوزراء لما بقعد مع حد منهم او بسأل ولهم علاقات استثمارات وبيشغلوا منصب حكومي بيطالبوا بنفس الشيء. طبعا. طب اذا كانت الحلول قدامنا وسهلة كده ليه ما بتتعملش؟ لازم تكلف نحافظ على طبعاً وزرائنا ونريح الرأي العام. احنا مؤيدين، انا شخصيا بتكلم عن نفسي مؤيد 100% هذا الاتجاه، لانه اصلا بيضع عبء علينا نفسي غير مرغوب فيه. أنا مش هضيع وقتي النهارده كراجل مخطط لسياسة الدولة الصحية سنوات وسنوات، أقعد النهارده أرد على الجورنال ده وأرد على الجورنال ده في قصص صغيرة لا تستحق حتى الرد عليها. وأيا كانت هذه القصص فقطعا بتحط عليك ضغط معنوي عليك وعلى أسرتك. لأنه يعني في نفس